السلام عليكم، مرحبا بكم على القناة ديال منير مسفي ولي متخصص في بيع وشراء جميع أنواع العقارات. كنبغي نشكر جميع الناس اللي كيشجعوني داخل الوطن وخارج الوطن، جالية مغربية وجميع المغاربة. بغيت نوريكم واحد الشقة صغيرة، جميع العروض اللي غيكونوا إن شاء الله في القناة، جميع الأثمنة. هاد الشقة الثمن ديالها 8 مليون قابل للتفاوض، شقة صغيرة كتوجد في الطابق الثالث، السطح مع السطح. جميع العروض غادي يكونوا في القناة ان شاء الله، جميع العروض ديال العقار غادي يكونوا في القناة. اللي بغى يسول على اي حاجه في العقار، كل ما يتعلق بالعقار، جميع انواع العقارات، جميع الاثمنه كاينين، جميع الاثمنه ديال العقارات كاينين. اللي بغى يسول على اي حاجه الف مرحبا. اللي بغى اي استشاره في العقار غير يتصل بي على الرقم الظاهر على الشاشه. أراضي فلاحية، بقاع، كل ما يتعلق بالعقار. كنتمنى اللي شاف القناة يشارك. ديما غادي يكونوا العروض في القناة، ديما العروض، عقارات، شقق، فيلات، كل ما يتعلق بالعقار، كل ما يتعلق بالعقار، ديور صغار، اير بلس ان، اير بلس دو. كيف تشوفوا شقة صغيرة الثمن ديالها 8 مليون قابلة للتفاوض، عدلية، رسم، كل شيء ان شاء الله غادي يكون في القناة. تنساوش الاشتراك، شاركوا باش ديما توصلوا بالعروض جديد، ضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل حاجة جديدة ان شاء الله. باغي اراضي فلاحية، بقاع، تجارية، سكنية، كل ما يتعلق بالعقار. كما شفتوا الشقة الصغيرة الثمن ديالها 8 مليون، كل شيء كاين، كل ما يتعلق بالعقار. ورا وسط المدينة، كاين وسط المدينة. بعد الطلب ديال بعض الناس اللي باغيين العقارات يكونوا رخاص، عقارات ديال الدراوش، وحنا كاع دراوش. كنتمنى اللي شاف القناة يشارك، لان ان شاء الله ديما غادي يكون جديد. وشكرا لكم بزاف على التشجيع ديالكم للقناة.